أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة والتي تتضمن مجددا اليوم نفيذة عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستشهدها تونس، وذلك مع مفدينا إلى هناك عبد الرحمن عز الدين. لكن البداية مع العناوين. نحن هنا من لبنان نقول للعالم كله إن إمامنا وقائدنا وسيدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي. السيد نصر الله يؤكد أن أي حرب على إيران ستكون حربا على كل محور المقاومة، وستمثل نهاية إسرائيل وهيمنة أمريكا ووجودها في المنطقة. وأعلام فلسطين ولبنان وحزب الله تتصدر مسيرات العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومسيرات حشيدة للمناسبة في كربلاء ومدن عالمية. عون يؤكد التزام بلاده بقرار مجلس الأمن 1701، فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها، ويحذر من تحويل ملف النازحين إلى مسألة سياسية يجري استغلالها. كتائب القسام تعلن سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية شرق رفح كانت في مهمة خاصة داخل القطاع. مصادر فلسطينية تؤكد للميادين وجود 60 معتقلا من حماس في سجون السعودية، وتكشف أن الرياض طالبت الحركة بقطع علاقتها مع إيران. وفي الظهيرة أيضا، في مناظرة ثالثة وأخيرة لمرشحي الرئاسة التونسية، العلاقات مع سوريا وتجريم التطبيع أبرز العناوين. مواقف متعددة وبارزة أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته اليوم خلال مراسم أحياء العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت. السيد نصر الله وأمام تجمع حاشد حذر من أن أي حرب على إيران هي حرب على محور المقاومة، مشيرا إلى أن قائد هذا المحور هو المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أكد نصر الله وفي موقف واضح وعلني الولاء المطلق له. هذا المحور، هذا المخيم، هذا المعسكر الذي يقف على رأسه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، نحن هنا من لبنان نقول للعالم كله إن إمامنا وقائدنا وسيدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور وهي مركزه الأساسي وهي داعمه الأقوى وهو عنوانه وعنفوانه وقوته وحقيقته وجوهره. السيد نصر الله أكد أن أي حرب مفترضة على إيران ستمثل نهاية إسرائيل ونهاية هيمنة أمريكا ووجودها، مشيرا إلى أن أي حرب من هذا النوع ستكون حربا على كل محور المقاومة. نحن نرفض أي مشروع حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن هذه الحرب ستشعل المنطقة وتدمر دولا وشعوبا، ولأنها ستكون حربا على كل محور المقاومة. في يوم عاشوراء نحن نكرر موقفنا كجزء من محور المقاومة، نحن لسنا على الحياد ولن نكون على الحياد في معركة الحق والباطل وفي معركة الحسين ويزيد. والذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحياتي هذا المحور، هذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل وستشكل نهاية الهيمنة والوجود الأمريكي في منطقتنا. وكشف السيد نصر الله أن المقاومة ردت على الاعتداء الإسرائيلي الأخير في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر إسقاط الطائرة المسيرة في خراج بلدة رمية، مشيرا في كلمة له خلال مراسم إحياء العاشر من محرم إلى أن اللبنانيين أسقطوا محاولة إسرائيل
تغيير قواعد الاشتباك. لقد أسقط اللبنانيون المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لتغيير قواعد الاشتباك المعمول بها منذ العام 2006. المحاولة الأخيرة، العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية وإرسال مسيرات مفخخة لتنفيذ تفجيرات في الضاحية الجنوبية كان عدوانا كبيرا. الموقف اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي كان قويا وكبيرا جدا، وجاء رد المقاومة. رد المقاومة في الميدان في داخل أرض فلسطين من أرض لبنان عبر الحدود اللبنانية الفلسطينية، وردها الآخر بالأمس عند إسقاط أول مسيرة، طائرة مسيرة إسرائيلية في خراج بلدة رامية. السيد نصر الله أضاف أن كل ما يقال عن أن الجيش الأسطوري الذي كان لا يقهر تحول إلى جيش هوليوودي يمثل أفلام سينما، لأنه بات عاجزا على الأرض وواهنا وضعيفا وخائفا، وفيما شدد على أن لبنان يحترم القرار 1701 حذر من أنه إذا اعتدي على لبنان بأي شكل كان فسيرد على العدوان بالشكل المناسب والمتناسب، وأنه لا خطوط حمر على الإطلاق. لبنان يحترم 1701، وحزب الله جزء من الحكومة اللبنانية التي تحترم القرار 1701، لكن هذا شيء، وهناك شيء آخر. إذا اعتدي على لبنان بأي شكل من أشكال الاعتداء الذي يمثل اعتداء، هذا العدوان سيرد عليه بالرد المناسب المتناسب، ومن أجل الدفاع عن لبنان وشعب لبنان وسيادة لبنان وعمل لبنان وكرامة لبنان لا خطوط حمراء على الإطلاق. هذا انتهى. الأمين العام لحزب الله رأى أن العقوبات الأمريكية على إيران وسوريا وحركات المقاومة هي عدوان يهدف إلى الضغط الاقتصادي والمالي بعد فشل حروب إسرائيل ضد المقاومة، مشيرا إلى ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية في وجه هذه العقوبات. هذه العقوبات هي عدوان تمارسه الإدارة الأمريكية للضغط المالي والاقتصادي بعد فشل أمرين. الأول بعد فشل حروب كيانها الصهيوني ضد المقاومة في لبنان وفي فلسطين، والثاني هو فشل السياسة الأمريكية في حروب الواسطة عبر الجماعات التكفيرية الإرهابية في لبنان وسوريا والعراق، وفشل سياستها اتجاه دول وحركات المقاومة. الأمين العام لحزب الله أكد الالتزام الأبدي إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وفي كلمته في ذكرى عاشوراء أكد السيد نصر الله الوقوف مع مقاومي فلسطين ومناضليها في خندق واحد ومعركة واحدة. نبدأ من فلسطين، من القضية المركزية، لنجدد مع شعبها وحركات المقاومة فيها التأكيد على أنه لا خيار لأمتنا وللشعب الفلسطيني سوى المقاومة كسبيل لتحريرها ومنع تصفية قضيتها. نؤكد التزامنا الأبدي إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب قضية فلسطين، ونحن نعرف أن هذا الموقف يكلفنا الكثير محليا وإقليميا ودوليا، ولكن هذا هو التزامنا. ومواجهة ما يخطط لها في هذه المرحلة من صفقة القرن التي رفضها الفلسطينيون بمختلف قواهم وفصائلهم. الأمين العام لحزب الله أكد أن استمرار السعودية والإمارات في الحرب على اليمن لا يجلب لهما سوى الهزيمة والذلة، مشيرا إلى أن جميع الشعارات التي أعلنها التحالف السعودي لتبرير الحرب على اليمن سقطت. إن استمرار السعودية والإمارات في هذه الحرب لن يجلب لها أي نصر، لن يجلب لها سوى الهزيمة والذلة والعار الأبدي والتاريخي والخزي والعذاب يوم القيامة. وقد سقطت جميع الأهداف أو الشعارات التي أعلنها هؤلاء لتبرير حربهم على اليمن،
وما أحداث جنوب اليمن في عدن وأبين وغيرها إلا دليل على زيف الادعاءات لقوى العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، زيف ادعاءاتهم بحماية ما سموه الشرعية اليمنية. ونبقى في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث نظمت اليوم مسيرات حاشدة لإحياء ذكرى العاشر من محرم، وقد رفع المشاركون في هذه المسيرة التي جابت شوارع ضاحية بيروت الجنوبية إضافة إلى الرايات الدينية أعلام فلسطين ولبنان وحزب الله، وذلك على وقع هتافات من وحي المناسبة ومؤيدة للمقاومة. نشتكي جور الزمان يا فرج الله يا فرج الله. وفي لبنان أيضا جدد الرئيس ميشيل عون تأكيد التزام بلاده بقرار مجلس الأمن 1701، فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها. جاء ذلك خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر. عون قال إن أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي إلى إسقاط الاستقرار الذي تعيشه المنطقة الحدودية منذ حرب تموز يوليو 2006، ودعا الولايات المتحدة إلى المساعدة على تسهيل عودة النازحين، معربا عن خشيته من أن يكون هذا الموضوع قد تحول إلى مسألة سياسية يجري استغلالها. ينضم إلينا من بيروت مسؤول حركة حماس في لبنان دكتور أحمد عبد الهادي. دكتور أحمد مرحبا وأهلا بك في الظهيرة. إذن مواقف عديدة ومهمة أطلقها السيد نصر الله اليوم خلال كلمته، ولا سيما عن أن الحرب إذا يعني اندلعت ستكون على كل محور المقاومة. بداية، في أي إطار تضعون هذا الكلام؟ وحركة حماس اليوم إلى أي مدى هي جاهزة لأي تصعيد في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلام سماحة السيد حسن نصر الله يأتي في سياق تفاهم استراتيجي تم رسمه مسبقا بين كل مكونات محور المقاومة في المنطقة في إطار مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني صفقة القرن وما يتعلق بها، وبمساعدة من عدد من الأنظمة العربية والخليجية. تصريحات سماحة السيد حسن نصر الله تنطلق من مصدر قوة واقتدار وصلت إليها المقاومة في المنطقة، في لبنان، في فلسطين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل مكونات محور المقاومة. ينطلق كلام سماحة السيد أيضا من خلال التأكيد على أن المقاومة كانت معنية خلال الفترة الماضية برسم معادلات وتثبيت معادلات، بينما كان العدو الصهيوني يسعى إلى تغيير معادلات وتثبيت معادلات هو كان رسمها. فإذا بالمقاومة في لبنان قد أرست معادلات، وأساسها المعادلة التي تتعلق بأن أي اعتداء على لبنان، أي اعتداء على المقاومين في لبنان، فسيكون هناك الرد. وكان ضرب صواريخ الكورنيت في هذا الإطار معادلات تتعلق بالسلاح الجو، هذا السلاح الذي كان العدو الصهيوني سابقا متفوقا فيه. فالمقاومة اليوم هي معنية بتثبيت معادلات جديدة لها علاقة بالسلاح الجو، وما إسقاط الطائرة المسيرة في جنوب لبنان ثم الطائرة الصهيونية المسيرة في غزة بعد 24 ساعة من إسقاط الطائرة في لبنان من قبل المقاومة الإسلامية إلا تثبيت لهذه المعادلات، في رسالة واضحة لهذا الكيان بأن اليوم يختلف عن الأمس، وبأن معادلات جديدة تحكم الصراع مع هذا العدو الغاصب. إذا تصريحات سماحة السيد حسن نصر الله لها علاقة بمعادلات جديدة تم تثبيتها من محور المقاومة في المنطقة في إطار الصراع مع هذا العدو الغاصب. هذه المعادلات تنطلق المقاومة في رسمها وتثبيتها ومنع العدو من تغييرها من مصدر قوة، هذا المصدر هو وحدة هذا المحور، بحيث أنه، وهذا ليس فقط من تصريحات سماحة السيد حسن نصر الله وإنما من كل مكونات المحور، فنفس الخطاب يقوله رئيس حركة حماس أيضا الأخ إسماعيل هنية، يقوله نائبه أيضا الشيخ صالح العروري، تقوله قيادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل مكونات المحور تنطلق من قاعدة أساسية، وهي أن المحور بات يتحرك في خطوط متوازية في المعادلات ورسمها وتثبيتها،
وايضا في مواجهه اي اعتداء. نعم دكتور احمد، وهذا الكلام الذي تفضلت به يعني يؤكده هذا الرد اليوم على الجانب الاسرائيلي من خلال اسقاط مسيره فوق قطاع غزه. لو سمح دكتور ابقى معنا ونتحول الى هذا الخبر ومن ثم نناقشه مع حضرتك. اذا الى فلسطين المحتله، حيث اسقطت المقاومه الفلسطينيه طائره مسيره تابعه لجيش الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزه، وقد اعلنت كتائب القسام ان الطائره الاسرائيليه المسيره شرق رفح كانت تحمل كاميرات حراريه ونهاريه وجهازا معدا لتنفيذ مهمه داخل قطاع غزه. الكتائب كانت قد أعلنت سيطرتها على الطائرة المسيرة جنوب القطاع، حيث جرى التعرف على نيات العدو وإحباطها بحسب بيان الكتائب. نعود من جديد إلى الدكتور أحمد عبد الهادي مسؤول حركة حماس في لبنان. دكتور، إذن ماذا يعني أن تسقط كتائب القسام مسيرة إسرائيلية فوق قطاع غزة بعد يوم واحد من إسقاط حزب الله مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي الحدودية اللبنانية؟ ما الرسالة التي وصلت إلى إسرائيل من خلال هذا الرد؟ نعم، هذا الذي كنت أشير إليه، أن مكونات محور المقاومة في المنطقة ينطلق في تحركه في إطار الصراع مع الكيان الصهيوني بخطوط متوازية منسجمة وفق تفاهمات استراتيجية. بالأمس كان العدو الصهيوني متفوقا في سلاح الجو، وكانت المقاومة تعتبر أن هذه نقطة ضعف في قدرة المقاومة ونقطة تفوق في قدرات العدو الصهيوني. وكون المقاومة في كل المنطقة وعبر كل مكوناتها معنية بكسر هذه المعادلة، معادلة التفوق بعدما كسرت برا وبحرا، يجب أن تكسر المقاومة معادلة التفوق الصهيوني جوا، وقد حققت ذلك من خلال رسم أولا معادلات جديدة ثم امتلاك سلاح خاص متقدم جدا في هذا المضمار، ثم استخدام هذا السلاح بإسقاط طائرات صهيونية مسيرة. الجو ليس مباحا في لبنان للعدو الصهيوني، ليس مباحا من اليوم فصاعدا للعدو الصهيوني أيضا في فلسطين، وهذا يعني أن المقاومة انتقلت في الصراع مع العدو في إطار القدرات إلى مرحلة متقدمة. أعتقد أن معادلات جديدة سترسم معالم المرحلة القادمة وفقها. طيب دكتور، يعني يمكن القول أنه بعد هذا الرد اليوم أي طائرة مسيرة إسرائيلية ستخرق أجواء قطاع غزة سيتم إسقاطها، أم هذا الأمر يعود إلى حسابات وتقديرات المقاومة طبعا وإلى التنسيق مع الحلفاء؟ بالتأكيد، بما أن المعادلة تم رسمها بأن الجو ليس مباحا ومستباحا لهذا العدو الصهيوني، هذا يعني بأن المقاومة معنية بالتصدي لكل الطائرات المسيرة التي يطلقها الكيان الصهيوني، سواء للتجسس أو للتنصت أو للتطوير أو للتفجير في إطار عمليات عدائية. المقاومة معنية بالتصدي لها. هذا يعود إلى المقاومة من حيث التوقيت ومن حيث التكتيك ومن حيث المكان ومن حيث الأسلوب الذي ستتعامل معه المقاومة في تصديها لهذه الطائرات المسيرة. المهم أن يفهم العدو رسالة واضحة بأن المقاومة ستنتقي التوقيتات المناسبة والظروف والطرق المناسبة لاصطياد الطائرات المسيرة في أوقات متنوعة، بحيث نرسم خطا بيانيا متصاعدا يصل إلى منع هذا العدو في لحظة ما من إطلاق أي طائرة مسيرة سواء في لبنان أو في فلسطين. طيب دكتور، لو سمحت سأطلب منك مرة جديدة أن تبقى معنا ونتحول إلى موضوع له علاقة بحركة حماس ولكن في السعودية. إذن من جهة أخرى، كشف مصدر فلسطيني خاص للميادين أن عدد المعتقلين التابعين لحماس في السعودية هو 60، لافتا إلى أن السيد محمد صالح الخضري المعتقل في السعودية تولى رئاسة مجلس الشورى المركزي مرات متعددة. المصدر أكد أن السعودية تصادرت أصولا مالية لحماس داخل المملكة ووضعت يدها على شركات ومؤسسات تتبع لأشخاص ينتمون أو يشتبه في انتمائهم إلى الحركة. وأضاف أن الرسالة الأخيرة من السعوديين إلى حماس وجهت قبل توجه وفد قيادي من الحركة إلى طهران. الرسالة طلبت عدم إتمام الزيارة وقطع العلاقة مع إيران، وعند السؤال عن المقابل كان الرد لا شيء. أعود من جديد إليك دكتور عبد الهادي، كيف تفسرون خطوة السلطات السعودية هذه؟ ماذا يعني أن تلجأ الرياض إلى اعتقال قيادي في حركة حماس، وأيضا هذه الحملة طالت عددا كبيرا من الفلسطينيين المقيمين داخل السعودية؟ أصدرت حركة حماس بيانا خاصا
بخصوص هذه القضية، واعتبرت أن قيام السلطات السعودية باعتقال الأخ محمد الخضري، الدكتور محمد الخضري أبو هاني، وهو بالفعل من كان يمثل أو من أوائل من مثلوا حركة حماس في المملكة العربية السعودية، اعتبرت حماس هذه الخطوة مستهجنة ومستغربة في الوقت الذي حركة حماس تواجه من خلال محاولات الولايات المتحدة الأمريكية فرض صفقة القرن على حماس وعلى المقاومة وملاحقتها ماليا وسياسيا وأمنيا وعسكريا. استهجنت بشدة حركة حماس أن تقوم السلطات السعودية بفعل ذلك في نفس السياق، ولذلك نحن نستغرب من ذلك ونضع ذلك أيضا في هذه السياقات التي تكلمت عنها. وبالتالي حركة حماس مضطرة بالفعل أن توضح ذلك وأن تبين أن هذه الخطوة يجب أن لا تمر، وبالتالي حماس معنية بكشف ذلك، ويمكن أن يكون هناك خطوات أخرى في المستقبل. ماذا عن هذه الخطوات دكتور أحمد، وكيف تتابعون هذا الموضوع خاصة بعد فشل المساعي؟ كيف تتابعون هذا الملف؟ باختصار، بعدما فشلت المساعي كما أورد بيان حركة حماس عبر يعني التعي الحركة عبر وسطاء للتدخل لدى السلطات السعودية ل يعني إطلاق سراح الدكتور محمد الخضري وإخوانه وعدد من أبناء شعبنا الفلسطيني، الحركة معنية بشكل أو بآخر بمتابعة هذه القضية للتوصل إلى إطلاق سراح الدكتور محمد الخضري. وقطعا من خلال البيان تؤكد الحركة بأنها معنية بأن تتابع هذه القضية وقطعا لن تسكت عنها. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عبد الهادي، مسؤول حركة حماس في لبنان، كنت معنا من بيروت. اعتقال السلطات السعودية القيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري ليس سوى غيض من فيض سياسات الرياض التي تتقارب مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية. إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية. ربما تكون قضية فلسطين القضية الأولى لبعض الدول العربية، لكنها حتما ليست كذلك بالنسبة إلى السعودية، وما يقوله الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يتناقض تماما مع سياسات بلاده ومع تصريحات ولي عهده. فالرياض لديها قضايا أكثر إلحاحا، والقضية الفلسطينية ليست على رأس قائمة أولوياتها، والكلام نقله حرفيا الإعلام الإسرائيلي عن محمد بن سلمان خلال لقائه رؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك. هو بن سلمان نفسه الذي يجاهر بالقول إن لبلاده الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل، ولا يجد حرجا في دعم صفقة القرن. كيف لا والسعودية كانت عرابة ورشة البحرين، وما دعم صفقة القرن إلا واحد من الأبواب التي تفتحها الرياض أمام التطبيع مع إسرائيل، ولا سيما اقتصاديا، في ظل تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية سعي عدد من الشركات الإسرائيلية للمشاركة في تطوير مشروع إنشاء مدينة نيوم السعودية. يضاف إلى ذلك فتح الرياض مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية المتوجهة إلى المطارات الإسرائيلية. في مجال التطبيع أيضا، لا يبدو أن السعودية تعارض ذهاب مواطنيها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تعارض لقاءاتهم مع إسرائيليين، من اللواء المتقاعد أنور عشقي إلى المدون السعودي الذي طرد من المسجد الأقصى، وغير ذلك من لقاءات سرية جمعت مسؤولين سعوديين إلى إسرائيليين تحدث الإسرائيليون عنها غير مرة. إلى سوريا، حيث كشف مصدر أمني أن طائرات إسرائيلية استهدفت معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه في البوكمال عند الحدود السورية العراقية، وكان المبنى خاليا. المصدر قال أن إسرائيل استخدمت الأجواء الأردنية بمساعدة الأمريكيين من قاعدتهم العسكرية في الترف، وحمل المصدر الأمريكيين والإسرائيليين المسؤولية عن الأعمال التي وصفها بالعدوانية. كما أكد أن المعتدين لن يأمنوا في هذه المنطقة، وسيجري تلقينهم درسا لا ينسوه عند تكرار الاعتداءات.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو إن واشنطن تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في شمال سوريا، مشيرا إلى أنها لم تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق. وأكد جويش أوغلو أن واشنطن عززت تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، لافتا إلى أن أنقرة أعدت خططا لتطهير المنطقة، محذرا من أن أي تنازل من تركيا قد يخلق مخاطر كبيرة. وفي العراق، اندلع حريق في مخزن عتاد للحشد الشعبي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار. القيادي في الحشد العشائري في الأنبار الشيخ قطري السمرمد قال للميادين إن حادث انفجار مخزن سلاح الحشد في هيت حدث بفعل تماس كهربائي، ولا صحة لتعرضه لضربة جوية من طائرات مجهولة. والآن إلى تونس، التي نفتح منها نافذة جديدة حول آخر التطورات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. هذه النافذة يقدمها من تونس الزميل عبد الرحمن عز الدين. عبد الرحمن، مرحبا، تفضل. شكرا لك أحمد. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه النافذة عن الانتخابات الرئاسية في تونس، والتي نبدأها بالحديث عن المناظرات الانتخابية الرئاسية، حيث انتهت الجولة الثالثة والأخيرة من المناظرات الرئاسية التي يشارك فيها 9 مرشحين، بعدما سبقتها جولتان 2 شارك فيهما المرشحون الآخرون باستثناء كل من نبيل القروي بسبب توقيفه في السجن بتهم عديدة، وسليم الرياحي الذي هو خارج البلاد. المناظرة الثالثة برز فيها موضوعا العلاقات مع سوريا وتجريم التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى إثارة ملف الفساد. وعود انتخابية عديدة اتسمت بها المناظرة الثالثة بين مرشحي الرئاسة التونسية. بين السياسة والاقتصاد والأمن تنوعت كلمات المجموعة الثالثة التي ضمت 7 مرشحين. الجيش الوطني اليوم في حاجة إلى مزيد الدعم اللوجستي، ما زلنا في حاجة إلى إمكانيات. حققنا تقدم كبير في السنوات الأخيرة، أكثر من 6,000 مليون دينار تخصص اليوم لوزارة الدفاع والداخلية، ولكن ما زلنا في حاجة إلى إمكانيات أخرى، لأن طبيعة التهديد يتبدل، خاصة التهديد الإرهابي. نحن مع تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، وكنا قدمنا في مجلس نواب الشعب مشروع قانون حول المسألة هذه، لكن الأغلبية الحاكمة رفضته. تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مسألة ضرورية. سوريا يجب أن تعود إلى دورها في المقاومة وفي المشرق وفي الجامعة العربية. سوريا تورطت في حرب إقليمية ودولية، يعني في مصالح أخرى، أمم أخرى، صراعات أخرى تتصارع على أرض سوريا. السياسة الخارجية كانت حاضرة في كلمات المرشحين. البعض شدد على أهمية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فيما أكد البعض الآخر ضرورة تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا ولم تغب مسألة الأمن القومي عن أولويات المرشحين. جلهم شدد على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وتمكينها من أجل محاربة الإرهاب. المهم في المرحلة هذه هو التنمية والدبلوماسية الاقتصادية. الدبلوماسية الاقتصادية نعطيوها الآليات اللي نجموا تخدم بهم وتعمل بهم في السفارات نتاعها. يعني اللي يلزم نعملوه هو هيكل موحد. بالنسبة إلى الأمن القومي، لا يمكن الاختصار على الأمن القومي بالمفهوم الضيق. التربية، الفلاحة، البذور، كل هذه القطاعات من قطاعات السيادة. اختياراتنا يجب أن تنبع من إرادتنا. الشعب هذا يريد بالعكس مراجعة الاتفاقيات الاستعمارية واتفاقية الشراكة واتفاقية 72. وتونس اليوم ستطرح على الاتحاد الأوروبي، إذا كنت أنا سيف الدين مخلوف رئيسا، فمن اليوم الأول سأخير الاتحاد الأوروبي بين الشراكة أو التأشيرة. هذا يطالب أيضا تأهيل وزارة
داخلية، دعم عوان الداخلية أيضا وعائلتهم اللي يطالبوا كل دعم، وأيضا الهياكل ولا المؤسسات ذات سيلة، خاطر ماهوش موضوع اللي يهم فقط وزارة الداخلية بل هياكل أخرى وزارات أخرى. المشاكل الاقتصادية كانت من أبرز الملفات التي طرحها مرشحو الرئاسة التونسية، كل منهم قدم رؤيته الخاصة حول كيفية معالجة المشاكل الاقتصادية. هذا وتنوعت الآراء بين دعم التعليم والزراعة كجزء من الأمن القومي، إضافة إلى اقتراحات بفتح طرقات بحرية وجوية مع أفريقيا. هذا ودخلت الحملات الانتخابية في تونس أسبوعها الثاني والأخير في سباق مثلت فيه المناظرات حدثا لافتا، لكنها لم تساهم بقدر كبير بحسب مراقبين في مساعدة التونسيين على حسم خياراتهم. عماد شطارة. تختلف المواقف إلى حد التناقض أحيانا في تقييم المناظرات التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة، فالبعض يراها لبنة مهمة في ترسيخ مزيد من الشفافية والأجواء الديمقراطية في المحطات الانتخابية، فيما يشير آخرون إلى أن القيود المفروضة على المرشحين والإعلاميين تحت عناوين الحياد أفقدت المناظرات كنهاها وجدواها. ما يعاب على هذه المناظرات أن هي مناظرة كلاسيكية ما فيهاش حماسة ربما المترشحين، ما فيهاش مقارعة الحجة بالحجة بين المتنافسين. على أرض الميدان يستمر التنافس في نسق يسابق زمن الحملات القصير، وضمن مناخ سياسي انزلق إلى مستنقع التراشق بالتهم بين المرشحين وتشويه الخصوم ونشر الأخبار الزائفة. خيارنا أن لا ندخل في المهاترات وأن لا نساعد على تحويل الحملة إلى شيء ثان غير مبارزة قانونية بين أشخاص وبين برامج، حريصون على ذلك. الذين يريدون أن يحولوها خلاف ذلك نحن لا نمشيهم ولا نرد عليهم حتى لا نذكي الخلاف معهم. تحت مجهر منظمات المجتمع المدني يدور التنافس بين مختلف الحملات، تنافس تؤكد معه منظمات المجتمع المدني تسجيل عدد من الخروقات خلال رصدها الأسبوع الأول من الحملة. رصدنا استعمال الخطاب الديني، استعمال خطاب الكراهية والعنف الانتخابي. نحن بصدد أعداد اللمسات الأخيرة على ائتلاف وطني يجمع أكثر من 30 جمعية التي ستقوم بملاحظة الانتخابات يوم الاقتراع للتثمعات الكبرى، الدور الرئاسي الدور الأول والثاني وخصوصا التشريعية. رص للصفوف بين قوى المجتمع المدني في مراقبة الحملات ويوم الاقتراع قد يكون عاملا مؤثرا في الحد من الخروق وفضح التجاوزات. بدأ العد التنازلي ليوم الحسم الانتخابي، وبدأت أيضا أجواء المنافسة بين حملات المترشحين تعرف نسقا تصاعديا في سباق مفتوح على كل الاحتمالات فيما يتعلق بالمترشحين الأقرب للفوز أو للمرور إلى الدور الثاني. عماد شطارة، تونس، الميادين. وللحديث أكثر مشاهدين حول هذه المناظرات وختام خاصة مع المناظرة الثالثة ينضم إلينا من أريانا مراسل الميادين عماد شطارة. أهلا بك عماد. إذن كان الحديث كبيرا هنا في تونس عن هذه المناظرات التي اختتمت، كيف كان تأثير المناظرات بشكل عام والمناظرة الثالثة خصوصا، وأيضا يعني ماذا عن ما يحكى عنه واستمعنا إليه اليوم في تونس من قبل البعض عن تسريب بعض الأسئلة واستبدال بعض الأسئلة بين المرشحين، هل هناك معلومات إضافية أيضا حول هذا الموضوع؟ نعم عبد الرحمن، بالنسبة للمناظرات هي سابقة في تونس، استقطبت الاهتمام في اليوم الأول، تابعها أكثر من 3 ملايين مشاهد. في اليوم الثاني تراجعت نسبة المشاهدة تقريبا بنصف مليون مشاهد إلى تقريبا حوالي 1.5 مليون. في اليوم الثالث أيضا نسبة المراجعة المشاهدة تراجعت تقريبا، التوقعات أو سقف التوقعات كان عاليا ولكن النتيجة ربما جاءت متوسطة أو أقل مما كان ينتظره التونسيون حول هذه المناظرات وما يمكن أن تساهم من خلاله في إنارة التونسيين حول المرشحين وأهليتهم لتولي منصب رئاسة الجمهورية. بالنسبة للجهات
الجهات المنظمة كانت مرتاحة واعتبرت أن هذه المناظرات تمت إدارتها بشكل حيادي ودارت دون إخلالات هامة تسجل، لكن ابتعدنا على الجهات الرسمية. المواقف الشعبية اعتبرت بأن هذه المناظرات ربما زادت من ضبابية المشهد لأن التونسيين لم يلاحظوا فرقا شاسعا أو يعني اختلافا كبيرا بين المرشحين من خلال إجابتهم على الأسئلة، نظرا لأن الأسئلة كانت يعني مقننة ومساحة الإجابة كانت محددة والأحاديث الجانبية بين المرشحين كانت تقريبا شبه ممنوعة، مما أفرغ مفهوم المناظرة من محتواه بالنسبة لهذا الامتحان الذي ربما قد يشهد تطويرا في قادم الاستحقاقات. بالنسبة لمناظرة الأمس التي شارك فيها رئيس الحكومة قبل بث المقابلة المناظرة مباشرة على شاشة التلفزيون، كانت هناك تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي تحذر من إمكانية التلاعب بالأسئلة، تحذر من إمكانية تسريب الأسئلة إلى رئيس الحكومة تحديدا، والكل كان يترقب ربما ما ستسير عليه الأمور، ربما ما يمكن افتضاحه. حاليا لا يمكن إعطاء أي معلومة بما يجزم أو ينفي إن كان هناك تسريبات تتعلق برئيس الحكومة. كان هناك أيضا يعني أحاديث جانبية تتحدث عن تغيير الأسئلة في غرفة البث حتى يتم توجيه السؤال الأنسب إلى المرشح الأنسب. نحن ربما نستغرب من قبيل الصدفة أن يتم توجيه السؤال في مناسبتين للمرشح الصافي سعيد حول سوريا ويعرفون التوجه والخط السياسي لهذا المرشح، نستبعد أن يأتي السؤال الذي يتعلق بتجريم التطبيع للمرشح حم الهمامي وليس إلى مرشح آخر ربما تكون له وجهة نظر مختلفة عن هذا التوجه. ربما هذه الأسئلة والمرشحين الذين وجهت إليهم ربما تعزز هذه الشكوك، ولكن لا يمكن إعطاء خبر يؤكد أو ينفي إن كانت هناك تسريبات أو تلاعب بالأسئلة وتغييرها بين المرشحين. عموما المشهد مثل ما هو ضبابي بالنسبة لكيفية إدارة هذه المناظرة التلفزيونية، مثل ما هو ضبابي أيضا في الشارع بالنسبة للمرشحين الذين لهم الأغلبية في الفوز في هذا السباق الانتخابي. نحن اليوم باعتبار هذا اليوم تفصيلنا عن يوم الصمت الانتخابي، يوم إقفال الحملات، 4 أيام ستكون حاسمة بالنسبة للمرشحين في إدارة حملاتهم بكل زخم في هذه الأيام المتبقية. نتوقع اليومين الأخيرين يومي الخميس والجمعة ستكون إقليم تونس الكبرى هي الوجهة لكل المرشحين، هنا ثقل الانتخابي، هنا مركز الثقل، وهنا ستقام المهرجانات السياسية في اختتام الحملة في اليومين الأخيرين. نتوقع أن تكون مدينة تونس وإقليم تونس عموما، نحن الآن نتحدث من أريانا مدينة الورود، نتوقع أن تكون البرامج الانتخابية يعني حاشدة هنا، وربما هذه الأيام المتبقية ستساهم في ربما إعطاء أسبقية لبعض المترشحين، رغم كون العديد من الملاحظين يؤكدون أن عامل المال بالنسبة لهذه الحملات الانتخابية كان مؤثرا. كان هناك حملات لديها قدرة على الإنفاق أكثر من الأخرى، وربما هذا العامل سيكون يحدد ويكون فارقا ربما في خدمة حظوظ بعض المرشحين عن غيرهم. نعم عبد الرحمن، وسنتحدث معك مجددا عماد وسنفصل أكثر في الحملات الانتخابية وأيضا في هذه المناظرات التي شهدتها تونس للمرة الأولى في تاريخها وكل ما أحاط بهذه المناظرات مشاهدينا عند رأس الساعة عند 4 بتوقيت القدس الشريف، 2 بتوقيت تونس مع النشرة التونسية المفصلة. شكرا جزيلا لك عماد شتارة مراسل الميادين، حدثتنا مباشرة من أريانا، وشكر لكم مشاهدينا على متابعتكم. هذه النافذة من تونس وصلت إلى نهايتها، نعود الآن إلى استوديوهات الميادين مع الزميل أحمد أبو علي. شكرا لك عبد الرحمن. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل أنباء عن استقالة رئيس الوزراء الجزائري قريبا،
أهلا بكم من جديد. نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالكبيرين أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام. وكان رحيل بدوي مطلبا أساسيا للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل نيسان ويرفضون إجراء انتخابات جديدة حتى حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة. والآن إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة مع الزميلة إليسار كرم. إليسار مرحبا. مرحبا أحمد. تفضل. شكرا لك. أهلا بكم. دخل إضراب معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في الأردن يومه الثالث وسط غياب التوافق بين نقابة المعلمين والحكومة على زيادة الرواتب بواقع 50%. وعرضت الحكومة زيادة تراوح بين 6% و18% للمعلمين تبعا للرتبة، وهو ما رأت النقابة أنه يعيد أو أنه بعيد كل البعد عن مطالبها، وأكدت أن الإضراب سيستمر حتى التوصل إلى حل. أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اقتراب بلاده من الوصول إلى طاقة إنتاجية للنفط عند 5 ملايين برميل يوميا، وقال إن بلاده تسعى إلى إضافة 2 مليوني برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة. الغضبان أضاف أن العراق لا يزال يحرق نصف إنتاج الغاز المصاحب، لكن المشاريع الجديدة ستعمل على تسييل الغاز خلال استخراجه أو خلال استخراج النفط، ما يمكن البلاد من الاستفادة منه. قال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب إن إصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار، ولا يزال العراق يشهد انقطاعا للتيار الكهربائي وبرنامج تقنين قاس في مختلف المحافظات، بالرغم من أنه يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط الخام، حيث يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية بإنتاج ناهز نحو 5 ملايين برميل يوميا. رأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن ارتفاع موجوداته الخارجية سيطمئن الأسواق المالية إلى ثبات ربط الليرة بالدولار وسيعزز ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن المعروض من الدولار في السوق وافر. وقال سلامة إن مصرف لبنان خصص التمويل اللازم لاستحقاق تشرين 2 نوفمبر الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، وهو يعمل بالتعاون مع الحكومة على طرق غير تقليدية لخفض كلفة خدمة الدين العام. وأشار السلامة إلى أن الدعم المالي الذي تعهدت تقديمه كل من السعودية وقطر إلى لبنان لم يترجم ماديا بعد. عوضت العملة السورية جزءا من الخسائر التي منيت بها أخيرا بارتفاع سعر الصرف من 691 ليرة للدولار إلى 640 ليرة، وأدت عمليات بيع واسعة إلى تراجع حاد في سعر صرف العملة السورية خلال الأسبوع الماضي. وأعلن البنك المركزي أن عمليات ضبط السيولة النقدية أسهمت بعودة التوازن إلى سوق الصرف من دون أن يضخ الدولار في هذه السوق. خلص تقرير للجنة الدولية للتكيف مع التغير المناخي إلى أن التكيف مع التغير المناخي قد يجلب منافع تقدر ب7100 مليار دولار. وطالبت اللجنة قادة العالم بجعل البنية التحتية والزراعة أكثر تكيفا مع التغير المناخي. وقال رئيس اللجنة بان كيمون إن التغير المناخي قد يؤدي إلى إفقار أكثر من 100 مليون شخص في الدول النامية، وأن إنفاق أقل من 2000 مليار دولار تحسين سبل التكيف مع الظاهرة سيعود بمنافع كبيرة على هذه الدول. تعتزم شركة تليفونيكا للاتصالات شطب 5000 وظيفة في إسبانيا من خلال خطة للتقاعد الطوعي، وذلك في إطار مساعي الشركة لخفض التكاليف. وتعد خطة شطب الوظائف واحدة من بين الكثير من الخيارات التي أجرت الإدارة مشاورات بشأنها في الأسابيع الماضية في إطار مساعيها لتدعيم أسعار أسهمها. وسبق أن لجأت الشركة لعروض التقاعد المبكر في السنوات العشر الماضية. بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك أحمد. شكرا لك إليسار.
العودة إلى مناسبة العاشر من محرم تجري في هذه الأثناء مراسم أحياء المناسبة في الكثير من دول العالم. نبدأ من العراق وتحديدا من مدينة كربلاء، حيث استشهد الإمام الحسين فيما يعرف بمعركة الطف. انطلقت المسيرات الحاشدة على وقع هتافات تجديد الولاء والعهد، هذا في وقت أفاد مراسلون عن وفاة شخص نتيجة التدافع بين الحشود الغفيرة. وفي السعودية شارك المئات من أبناء مدينتي القطيف والأحساء بمسيرات عاشورائية حاشدة. المواطنون تجمعوا للمشاركة في المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي اليمن شهدت مدينة صعدة مسيرة جماهيرية حاشدة أحياء اليوم العاشر من محرم. المتظاهرون حملوا رايات دينية ولافتات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، كما ردد المشاركون شعارات ضد العدوان والهيمنة الأمريكية. في هذه الفاجعة الكبيرة في مدينة اسطنبول التركية شارك الآلاف في مسيرات العاشر من محرم وتجمعوا في مواقع مختلفة لأداء المراسم. الرحمن الرحيم. كذلك في الولايات المتحدة خرجت حشود في مسيرة العاشر من محرم في ولاية ميشيغان الأمريكية، وردد المشاركون شعارات تتعلق بالمناسبة مؤكدين استمرارهم في نهج الإمام الحسين. كذلك خرجت مسيرات حاشدة في مدن متعددة بكمبوديا جنوب شرق آسيا. المشاركون أنشأوا سلاسل بشرية ضخمة ضمن مواكب تعزية رفعت فيها شعارات وأعلام من وحي المناسبة. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. نحن هنا من لبنان نقول للعالم كله إن إمامنا وقائدنا وسيدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي. السيد نصر الله يؤكد أن أي حرب على إيران ستكون حربا على كل محور المقاومة وستمثل نهاية إسرائيل وهيمنة أمريكا ووجودها في المنطقة. وأعلام فلسطين ولبنان وحزب الله تتصدر مسيرات العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومسيرات حاشدة للمناسبة في كربلاء ومدن عالمية. عون يؤكد التزام بلاده بقرار مجلس الأمن 1701 فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها، ويحذر من تحويل ملف النازحين إلى مسألة سياسية يجري استغلالها. كتائب القسام تعلن سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية شرق رفح كانت في مهمة خاصة داخل القطاع. مصادر فلسطينية تؤكد للميادين وجود 60 معتقلا من حماس في سجون السعودية، وتكشف أن الرياض طالبت الحركة بقطع علاقاتها مع إيران. وكان في الظاهرة أيضا في مناظرة ثالثة وأخيرة لمرشحي الرئاسة التونسية العلاقات مع سوريا وتجريم التطبيع أبرز العناوين. الميادين دوت نت دائما للمزيد من الأخبار وبلغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.